السيد المجاهد الدبلوماسي صالح بن قبي. أيها الحضور الكريم، إن الراحل إنريكو ماتيي الذي نحيي ذكره اليوم بإقامة هذه الندوة التاريخية، رجل تميز بالشجاعة والانفتاح على أفكار تحرر الشعوب المستضعفة التي تكافح من أجل نيل حريتها، ومتعاطف مع شعوب العالم الثالث ومناهض للهيمنة الاستعمارية، مما جعله يتعرف على العديد من قادة الثورة التحريرية المباركة، عرفانا بالجميل وبالخدمات الجليلة التي قدمها إنريكو ماتيي للثورة الجزائرية. فقد قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منحه وسام أصدقاء الثورة الجزائرية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21356 المؤرخ في 18 سبتمبر 2021. وعرفانا بمجهودات الرجل ودوره الكبير الذي قام به في ميدان الطاقة، فإن الجزائر قد أطلقت على أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا اسم إنريكو ماتيي، وتحمل هذه التسمية دلالة كبيرة لأن الأنبوب الناقل للغاز يمثل ويجسد جسرا من التضامن والتعاون الثنائي بين الشعبين الجزائري والإيطالي الصديقين. Credo di poter affermare altresì. أعتقد أنه يمكنني أيضا التأكيد على أن إنريكو ماتيي يمثل نقطة مرجعية لجميع الجزائريات والجزائريين من جميع الأعمار، وهو أحد الشخصيات الأسطورية تقريبا التي تنتمي الآن إلى تاريخ بناء الجزائر المستقلة. وفي هذا الصدد أتوجه باحترام وتقدير إلى المجاهدين الموجودين هنا. كما أود أن أعرب عن خالص امتنان إيطاليا لرئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون على رغبته في منح إنريكو ماتيي وسام صديق الثورة الجزائرية بعد وفاته، وهي لفتة تشهد على عمق الجذور التي تربط بلدينا وشعبينا.